حضراتكم بقدم الشكر للدكتوره شيرين ومجموعه السويس على الدعوه الكريمه والدكتور محمد القائمين على المؤتمر. مؤتمر ناجح وكل سنه يكون افضل من قبلها ان شاء الله تعالى. عشان ما نطولش على حضراتكم في المقدمه، المؤتمر بيتكلم عن نورمال ان شايت مش كده؟ فاحنا عايزين نعمل هذا الموضوع ونحققه من خلال الحضانات. دي صوره الحضانات في العقود الغابره. دكتور ايمن طبعا انت نسيت القصه دي او ما شفتهاش قبل كده، ازاي كانت الحضانه على شكل سخان ودفايه وحاجات كده؟ ما حضرتش انت الكلام ده دكتور ايمن. الحضانات كانت ناس وشوات، يعني كانوا قاعدين بيشتغلوا بشكل في نوع من انواع الرقي، لكن للاسف التطور ادى الى الصوره اللي احنا بنشوفها دلوقتي. الحضانه مليانه زحمه ودوشه زي الدوشه اللي ورا في القاعه من ورا دي، الدوشه اللي ورا ما تسمعها اخواننا مع بعض. فالدوشه دي بتاثر على الاطفال بصوره او باخرى. نتيجه الدوشه دي مع كميه البروسيجرز اللي الدكتور ايمن والدكتور عبد المحسن بيعملوها في الحضانه في الاطفال والديزيز الجديده اللي بدات تخش، هل ده هياثر على البرين بتاع الطفل؟ للاسف بيجي لنا بعد كده في عيادات النيورولوجي الصور دي، اللي ما بيسمعش، اللي ما بيتكلمش، اللي ما بيمشيش، والدكتور محمود بعد كده يزعل يقول لك الولد ده كان فين؟ يقول لك كان في مستشفى المنيا العام وكان محجوز يا دكتور محمود، وللاسف خرج بهذه الصوره واحنا للاسف شاركنا فيها. نرجع نسال نفسنا احنا بنعمل حضانه ليه؟ النيكيو اتاسست اساسا ليه؟ الناس بتفكر ان النيكيو معمول علشان نقلل المورتاليتي اوف نيو بورن. بس الحقيقه مش كده، الهدف مش ان انا اقلل المورتاليتي، الهدف ان انا امنع الموربيديتي والاوت كام بتاعي يبقى كويس. مش الميزه ان الطفل يطلع عايش، الميزه ان الطفل يطلع عايش وصحته كويسه ويطلع نورمال شايل زي ما الدكتوره شيرين والدكتور محمد اختار. الميزه ان الطفل يطلع بالشكل ده جميل اموه، ما يطلعش بالشكل ده. الطفل يطلعش كده، يطلع بالشكل ده. فاحنا مسؤولين عن دوت؟ اه مسؤولين عن دوت، واللي شغالين في الحضانات مسؤولين عن ده بصوره او باخرى. الصورة دي بتمثل ايه؟ لو تخيلتوا حضراتكم ده صورة، ايه رأيكم في الصورة دي؟ ايه رأيكم في الصورة دي؟ حد متخيل ايه دي؟ دي السينابس او النيورال كونكشن اللي موجودة في الطفل ات بيرث. بعد كده بعد 3 أشهر خدنا صورة لقينا المنظر ده، بعد 13 شهر او سنة وشهرين او 3 أشهر لقينا المنظر دوت. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان كل يوم بيتغير الكوميونيكيشن او الكونكشنز الموجوده في البرين، والبرين بيحصل له ديفلوبمنت سريع جدا في خلال الشهر الاول او الشهور الاولى من عمره. زي ما شايفين كده حضراتكم البرين السايز بتاعه بيتغير بشكل سريع جدا، الكورتكس ذات نفسه بينزل اماتيور، والبرين ذات نفسه بينزل نوت ويل ديفلوبد. الدليل على ده ايه؟ ان الطفل ما بيشوفش اول 3 أشهر. هو ليه ما بيشوفش اول 3 أشهر؟ لان الاوبتيك نيرف الماينيشن بتاعه نوت ويل ديفلوب، هو جزء الاوبتيك نيرف ده جزء من البرين، وبالتالي لما تقول ان البرين فعلا نوت ويل ديفلوبد في الفيرست مانث اوف لايف، ما بالك بقى لما يكون في البريماتشور. حتى المقارنه ما بين البري تيرم والفول تيرم واضحه جدا، المقارنه من البوست نيتال والانتي نيتال مهمه جدا، والاركتكشر بتاعت البرين مهم ان احنا نفكر فيها. عشان كده بيقولوا ايه؟ ان انا اسس طفل صحي كويس هيطلع بني ادم صحي كويس. طب افرض الطفل ده ما تاسسش كويس، يطلع ايه؟ هيطلع في مصيبه، ويتقال لك بعد كده نكسر حاجه ونصلحها. هل اتكسر وتصلح زي ما اتصلح ولا كان سليم؟ هيطلع في الاخر اسمه مكسور وتصلح. يعني الطفل اللي اتخدش مخه او حصل له انجري للبرين اثناء الانترا او البوست نيتال في الحضانه بتاعت حضرتك، بتشارك انت في تاسيس برين مش كويس. الكلام ده استوعبوا الناس بره بشكل سريع وقوي جدا، وبداوا يفكروا في حاجه اسمها بالديفلوبمنتال ميديسن. هو للاسف الشديد مش عندنا في مصر، وللاسف الشديد ما حدش ويلينتد بيه. الراجل ده اسمه برازيلتو، وده راجل امريكاني عمر في الدنيا، مات لسه من حوالي 3 4 سنين. عمل سكور اسمه برازيلتون سكور، وده مشهور بيه جدا، وهو الوحيد او الاكثر واحد اشتغل في القصه بتاعت البيهيفير دي. لاحظ الاطفال او النيو بورن اللي عايشين معاه في الحضانه بيتغيروا، ليهم بيهيفير وليهم نيورولوجيكال مانيفستيشن وليهم ديفلوبمنتال كير. فبدا يحط هذا السكور اللي هو تقريبا سنه 60 و70، يعني اتعمل من الستينات والسبعينات، وللاسف لغايه دلوقتي ما حدش قادر يعمل له ابديت. حتى لما تيجي ترجع له هتلاقي برازيلتون في السبعينات الدكتور محمود ما اتغيرش.
وبدات الناس تفكر في ديفلوبمنتال ميديسين، يعني مش حاجه اختراع انا بقول عليها حضراتكم. الكلام ده بيتاخد له دكتوراه وبيتاخد له ماجستير وبيتعمل له بوست جرادويت بشكل قوي في العالم كله، وبداوا يبقوا اورينتد بحاجه اسمها ديفلوبمنتال كير. ايه الديفلوبمنتال كير ده؟ الدكتور محمد عبد المحسن في الحضانه عنده بيدخل طفل، والطفل ده عنده سيبسس، هو منهمك قوي في المانجمنت اوف نيونيتال سيبسس بالانتيبيوتيك والمانجمنت بتاعه، لكن مش في دماغه قوي البريم بتاع الطفل. مثلا انا مدخل طفل عشان الجوندس وبركز في الجوندس وعالج الجوندس بشكل كويس، بركز في الريسبيرتوري ستريس والميكانيكال فنتليشن، لكن انا وانا بشتغل في هذه الديزيز العنيفه اللي انا قلت انها خطيره ومهمه لازم احط في دماغي هذا الديفلوبمنتال كير. فكل واحد في الحضانه وهو بيعمل مانجمنت لازم يحط هذه الجزئيه في حياته او في الشغل بتاعه. فانا هعمل ديفلوبمنتال كير في الحضانه، هستفيد ايه من الديفلوبمنتال كير؟ تخيل حضراتكم رصه البنفيتس دي كلها مع الكير اللي انا هعمله، هقلل الهوسبيتال ستي، هقلل الاوكشن ديماند، هقلل الديلي ويت، هزود الديلي ويت جين، هزود هبدا بريست فيلينج بدري، هقلل انستنس اوف اي في اتش، وهقلل نيد اوف سيديشن. كل ده لو انا خدت بالي من الديفلوبمنتال كير في الحضانه. من خلال الديفلوبمنتال كير انا بقلل ستريس الطفل في الحضانه، وبعمل بروموشن للنيورو بيهيفيرال اورجنايزيشن، وبعمل انتر اكشن الام مع الطفل في اثناء وجوده في الحضانه. وزي ما بيقولوا دايما الدنيا بسيطه، والشغل بتاع الديفلوبمنتال كير مش مكلف. يعني انت عشان تعمل ريسبيراتوري سبورت بتجيب فنتليتور ب 500000 جنيه، علشان تجيب كبسوله مش عارف ب 100000 جنيه علشان الجوندس، لكن انت بتعمل ايه في الديفلوبمنتال كير؟ حاجات بسيطه جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق في شيء الا شانه. احنا مش عايزين اكتر من ايه؟ الرفق. يعني ايه الرفق؟ ان احنا نبقى حنينين مع هذه الاطفال. تعالوا نبص كده الكومبوننت الاولاني اللي بيعمل ديستربنس للنيونيت في الديفلوبمنت. اول حاجه النويز، الدوشه اللي احنا قاعدين ندش في مخ العيال اثناء الحضانه. انتوا كلكم قاعدين شغالين في الحضانات كتير بتشوفوا قد ايه النويز اللي موجود وقد ايه احنا بنشارك في هذا النويز. والسورس اوف نويز كتيره جدا، تليفون بيرن، الارم بتاع مونيتور، فنتليتور جنبيك ما نضفتش البايب سيستم بتاعه فعمال يبابل قدامك، وطبعا اكيد الناس اللي بتنهوى وصوتها عالي في الحضانه بينادوا على بعض، دولت ليهم دور كبير جدا في الديستربنس. بيقيسوا الكلام ده؟ بيقيسوا الكلام ده وبيقولوا كام ديسيبل هو اكسبتد في النيوبورن يستقبل كام ديسيبل؟ يعني الصوت المسموح ليه تقريبا كام؟ حد عارف؟ والله لغايه 50 حلو، 40 حلو. يعني ال 40 ل 50 يبقى كويس جدا. طب تعالى نبص احنا بنشوف اصوات بتوصل لغايه كام ونشوف السورسز بتاعتها. هل الصوت العالي والنويز ولو الديسيبل عليت في اللي حوالين الطفل هتعمل كونسيكونس خطيره على الطفل؟ طبعا. ده كل البيبرز بتقول الكلام دوت، واحنا مش عايزين نقول التفاصيل عشان الوقت بتاعنا ضيق، لكن تخيل حضرتك ان انت ممكن تاثر على الطفل، تعمل له ابنيه، تخلف براديكارديا، يحصل اوكسجين ديساتوريشن، ممكن بلاد بريشر يطلع مره واحده في طفل نيو بورن بري تيرم يحصل له اي في اتش، ممكن الاقي سليب بروبلم، ممكن الاقي بور ويت جين، ممكن الاقي هيرنج امبيرمنت اند ستارت ريسبونس، تلاقي العيل بيتفزع في الحضانه طول ما هو قاعد، ولما يروح لاهله تلاقيه بيتفزع عندهم في البيت. تقول لك يا دكتور الواد من ساعه ما خرج من الحضانه بيتفزع. ما هو بيتفزع، كان بيتفزع هناك في الحضانه وجنبيه واحد بيصوت حوالي 24 ساعه. فكل السايد افكت اللي شايفينها حضراتكم دي ممكن تيجي من النويز. واحكي لكم بس حدوته صغيره كده، انا كنت مع الدكتور هاني علي. حد يعرف الدكتور هاني علي غير الدكتور محمود؟ الدكتور هاني علي من اكثر الدكاتره اللي اشتغلت نيوراتولوجي، وكان شغال معانا بروجكت في مصر هنا عن النيونيتال كير على مستوى الصعيد. فخدنا معاه كده، كان شغال في جورج واشنطن، فكان بيمر الصبحيه، واحنا قاعدين بنمر الصبحيه كده احنا بنمر بعيد عن الحضانه، يعني الحضانه شغالين بعيد وهم واخديننا كده على جنب بنتكلم وبنناقش الحاجات. فلقينا واحده ست داخله زي الست دي كده بجوله، وقعدت جنب الحضانه ومسكت كتاب وقعدت تقرا فيه ربع ساعه نص ساعه عماله تقرا، وراحت خدت الكرسي، هي تعبانه وخلصانه ولابسه جاون وكانها خارجه من العمليه، وراحت نقل على الكرسي على حضانه ثانيه ونفس القصه، ماسكه كتاب وعماله تربي فيه. احنا بنمر على الحالات الكريتيكال بقى الخطيره،
فلقينا الموضوع مستفز. الدكتور هاني معلش النبي اشرح لنا الموقف ده، بتقول ايه؟ بتتم بايه؟ يمكن عندهم تعويذه معينه. قال لك لا، ده احنا عملنا ايفالويشن للساوندز اللي بتاثر على الفيتاليتي بتاعت الطفل على مستوى الحضانه، صوت الطفل، صوت الام والدكتور والحكيمه وكل الاصوات اللي حواليها. لقينا ان صوت الام هو الوحيد اللي بيعمل ستابلايزيشن للفيتال ساينز. فالست دي بتيجي كل يوم، هي مخلفه، فبتيجي كل يوم معناها سيكشن تقعد جنب الطفل بتاعها، فمش لاقي حاجه تقولها، فبيجيب كتاب تقراه عشان تعلي الصوت فيسمع صوتها. طب والقصه بتاعت العيل التاني ده كان ايه؟ كان توينز، مش مأجرين العيل التاني، كان توينز. فالتوينز دول بتحكي لهم نفس القصه، وكان كتاب في الغالب هيموت. فجيت من هناك قلت طب يا ترى، يا ترى احنا عندنا في مصر عيال، احنا بنقول لك ان الطفل المصري ايه؟ اذكى طفل في العالم لغايه ما يخش الحضانه. لما بيخرج من الحضانه ما بقاش اذكى طفل في العالم. هل الطفل المصري عنده نفس الفكره؟ هل ممكن نعمل كده دكتور محمود عندنا في مصر؟ عملنا التجربه دي، وعملت البيبر دي مع واحد زميلي من قسم السمعيات من حوالي 10 سنين. قلنا هنقيس الاصوات اللي موجوده في الحضانه بتاعتنا. كنا باب الشعريه يا دكتور محمد. وقلنا نشوف الدنيا، وعلى فكره البيبر دي اتنشرت انترناشونال، وكان الناس مرحبين بيها جدا، لان هم يعني اتفاجئوا، هم الدول اللي زي مصر دي بيفكروا في النويز افكت على الاطفال، لا ده الدنيا متقدمه عندنا قوي. المهم فطلعت كان الهدف منها ايه؟ نقيس الساوند كاركتر اللي موجود في الحضانه، وهل بتاثر عليها ولا لا؟ بتاثر على الطفل اثناء الوجود ولا لا؟ تعالوا بصوا الكيرف الجدول ده. بصوا حضراتكم، قسنا صوت الحضانه الانكيوبيتور وصوت الباب بتاع الحضانه اللي خارجي اللي هو النيكيو ذات نفسها، وكل حاجه ليها صوت اتعملت. شفتوا اعلى اصوات فين؟ لقينا ان في الباب ذات نفسه بتاع الحضانه اللي هو بيترزع والحكيمه خارجه وبيتفتح والناس بتخبط فيه بيديني 83 ديسيبل. لقينا ان مثلا صوت الالارم او المونيتورز الارم، وطبعا الناس عندها كره للالارمات في الحضانه، كل ما تشوف الارم تروح دايسه عليه وتطفيها مش مهم يعني، لقينا بيمثل 68. لقينا النيرس والدكتور اصواتهم ما شاء الله من العلاعه 74. ولقينا اصوات التليفونات والموبايلات اللي بترن حاجه كده حلوه دكتور محمد وكده وبس. لا ده احنا عملنا ايفالويشن للفيتال ساينز، الاصوات دي هل بتاثر عليهم ولا لا؟ شفتوا النتائج الواضحه دي؟ اه ده احنا عندنا الهارت ريت بيتاثر، في بي فاليو سيجنفيكانت، والريسبيراتوري ريت في بي فاليو سيجنفيكانت، والاوكسجين ساتوريشن، يعني كل البارامتر بتاعت الفيتال ساينز بتتاثر. يعني عيالنا عندهم مخ وعندهم برين، والبرين بيتاثر زي الاجانب برضه. وبالتالي طلعنا من هنا ان في نيجاتيف فيدباك على الفيتال ساينز، طلعنا من هنا ان احنا لازم نغير البيهيفير بتاعنا، وطلعنا ان البري تيرم والفول تيرم بيختلفوا، والبري تيرم بيتاثر اكتر، والاكتر كمان اللي عنده نيميتال جونز. خلاصه الكلام ايه؟ احنا هنغير هذا الوضع ازاي؟ هل ممكن ناثر على النويز ونقلله في الحضانه بتاعتنا؟ بسهوله خالص، ما احنا قلنا الرفق، الموضوع مش مكلف. يعني في ناس فكرت تحط سدادات ودان، حلوه لذيذه، معرفش موجوده في مصر ولا لا دي. في ناس حطت الالارم ده، للاسف مش موجود في مصر. الالارم ده حضرتك تكون موجود في الايه؟ في الحضانه، اول ما الصوت يعلى عن الديسيبل الاكسبتد يدي لون احمر. بس لون مش صوت، مش هيصوت، هينور، فالناس اللي قاعده في الحضانه تبدا توطي صوته. تقلل الصوت، موجود؟ هيعطر هيعطروا. فده نوع من انواع الحاجات البسيطه خالص. ممكن اكتر حاجه يعني اكتشفناها وحسينا بيها ان البيهيفير لازم يتغير. الدكاتره اللي شغالين والحاكمات التمريض اللي عايشين في الحضانه وبيتعاملوا مع الطفل لازم يحسوا بالمسؤوليه. لازم يوصل لهم الكلام ده، يوصل لهم ان فعلا انت لما بتعلي صوتك انت مش بتعلي صوتك في الهواء، انت بتاثر على البرين ديفلوبمنت، وهيطلع لك طفل ما بيسمعش، هيطلع لك طفل اريتابل، هيطلع لك طفل عنده نيورولوجيكال انسلت بعد كده. فالبيهيفير ده اهم حاجه. كوايت اورز اعملها دكتور ايمن، اعمل مينيمايزيشن انفيرمنتال نويز، اقلل اتكلم بالراحه في الحضانه، ويا ريت المرور ما يبقاش حوالين الحضانه والناس تمر بعيد، وبلاش الناس تكتب. يعني في عاده سخيفه قوي، يجيب التذكره
ويحطها فوق الحضانة ويكتب عليه. الترقعة بتاعت الألم دي فيها صوت، والصوت ده بيوصل للطفل فبيعمل له نوع من أنواع النويز، الارم ريسبونس قلله، قال من التليفون رينج. كل الحاجات دي سهلة قوي، مش مكلفة بالنسبة للدكاترة، ولكن للأسف الشديد محدش بيعملها كويس. بسرعة هنتكلم على السكند كومبوننت وهي اللايت كنترول. اللايت مهم في الحضانة طبعا، مش هنشتغل في الضلمة يعني، مش هندخل شموع، ولكن العملية بشكل مقبول، مش لازم يبقى فرح العمدة يعني. ممكن نحط كاندل معينة في درجة للإضاءة، درجة للإضاءة. المفروض إن احنا ما نبقاش عاملين زي ما قلت لحضراتكم كده إضاءة باهرة علشان الناس تشوف يعني، مش لازم خليها كده على قد يعني. طيب هو لما النور يطلع كده بشكل عنيف والإضاءة تبقى كشافات بتاعت الاستاد في الحضانة، مش هتدور العيان؟ ده هتأذيه أذية غير طبيعية. حط عندك أوبشن ساتوريشن، حط عندك دامج الديفلوبمنتال اوبتيك ستراكشر بالذات لو كان على فوت وحضرتك ما عملتش كفرنج للاي. حط عندك انكريز الانسنس اوف ريتينوباس اوف بريماتيوريتي. لخبط السيركاديان ريزم، والسيركاديان ريزم موجود في النيونيت؟ اه طبعا موجود في النيونيت، عايز يعيش مرحله الحياه الطبيعيه، ينام ويصحى، الدنيا تبقى مظلمه، يطلع هرمونز معينه زي الجروث هرمون اثناء الضلمه والنوم فيبدا ينمو. طب مش هينمو، الجروث بتاعنا هيتاثر والسليب باتر هيتاثر. طيب انا اعمل الكلام ده ازاي واعمل كنترول اللايت ازاي؟ مكلف؟ والله ما مكلف يا دكتور محمود، رفق يا دكتور محمود. هنعمل ايه؟ لو شباك عند حضرتك والشمس داخله حط ستار، ما عنديش ستار حط سكرين على الشباك بحيث ان الاضاءه تبقى قلت على الطفل شويه. طيب اقلل الليفل بتاعنا، في ناس عملت الكفر ده، شايفين الكفر ده؟ بيحطوا كفرات زي بتاعت الغساله زمان، يحط الكفر ده علشان يقلل اللايت بتاع الايه؟ بتاع الانكيوبيتور او الافكت بتاع اللايت. طيب هو اللايت الكفر ده حلو؟ اه ممتاز جدا، شايفين الاشكال وترتر وحاجات فيها الوان، بس خلي بالك ما تحولهاش لتابوت يعني، ما تجيش بعد كده تعملها مقام، لازم يكون في الارمز متوصله مع الطفل علشان حضرتك متابعه، لان انا مش هعيش في تابوت واعمل مقام والناس تتفرج عليا. شايفين الناس عاملين الارمز ازاي؟ اللي هيعمل دي يحط الكونسبت ده ان انا بعمل دي. شايفين الاضاءه يا دكتور محمد؟ اضاءه خافته غير مباشره، صح؟ البوزيشن مهم جدا في الاطفال حديث الولاده، اه طبعا مهم جدا، وفي ديبيت على موضوع البوزيشن ده، ولكن لك ان تتخيل ان انا لو انا حطيت الطفل في جود بوزيشن يتناسب معاه، انا بقلل كومبليكيشن كتير، بحسن اوكسجينيشن، بدي كويت سليب، بحسن الجاستريك ايميتنج، حاجات كتيره قوي، ومن ضمنها امبروف النيورو بيهيفيرال ديفلوبمنت اوف ذا برين. بالنومه، بوضع النوم هيفرق؟ اه طبعا هيفرق. ايه احسن اوضاع للنوم بتحبوها؟ حد يعني ريكومند دكتور ماجد باشا ريكومند بوزيشن معين في نوم العيال؟ على ظهركم؟ على ظهره، على جنبه، على جنبه. طيب هو ظهره سهل انك انت تتعامل معاه، النوم اللي دراعي قالوا لا نحوطه بحاجه. طيب هو الفكره في البوزيشن ايه؟ ان بالذات البريتر والفيري لوبر سويت النيورو ماسكولار ماتوريتي بتاعتهم ضعيفه شويه، فكان في يعني في ناس بتحطهم في الحضانه، الشباب في الحضانه يلاقي عيال بتتزحلق، وكان في عيال اتحرقت الحضانات ان هم دخلوا في الحته بتاعت الفرن اللي هي موجوده في السخان الجنبي ده واتلسعت رجليه. ليه؟ لان هو لما بتعمله في البوزيشن بتاع ال 45 درجه ده هو ما عندوش كنترول على التوب بتاعه، فيروح متزحلق لك، فيروح داخل في الخلم اللي في الجنب ده، وده سخن جدا يتلسع، مش كده دكتور ايمن؟ بيتلسعوا، مش عندك انت طبعا، في حته ثانيه انا عارف. فالبوزيشن ده كان مهم جدا، وشايفين حضراتكم البتاعه دي اسمها ايه؟ اسمها نست. دي حاجه برضه مش مكلف، حته ملايه دكتور محمود بيعملها ويحوط بيها العيل. هذه النست بتخليني احافظ على بوزيشن احسن بوزيشن، او يحبوا الناس يشتغلوا على البرون بوزيشن قوي، والسايد لاين بوزيشن والسوباين بوزيشن في بعض الاحوال، لكن بيميلوا اكتر للبرون بوزيشن. ودي بيبرز كتيره مش عايزين نطول على حضراتكم، ولكن كلها بتركومند البرون بوزيشن، ودي طريقه عمل النست ازاي ببساطه خالص، بحته ملايه صغيره او بحته فوطه قدر يحطها، ودي كميه البنفيتس اللي ممكن تاخدها لو حطيت طفل في البرون بوزيشن وقللت الريسك بتاع الكومبليكيشن بتاعته. اللاترال بوزيشن ده رائع، بالذات اللايت السايد بوزيشن ده حلو جدا.
البروبوزيشن حلو في حالات حالات الفنتليشن. المينيمال هاندلنج واحد من ضمن الديفلوبمنتال كير. في البرازيل استاذنك 5 دقائق. في البرازيل عملوا استادي من حوالي 30 سنه على كام مره الحضانه بتتفتح على الطفل وهو في النكل. لقوا 196 مره في اليوم. حطوا كاميرا كده وقعدوا يعدوا، فتح الحضانه قفل الحضانه كام مره؟ 196 مره في اليوم، يعني كل ساعه حوالي 15 ل 16 مره. بيعمل ايه؟ ما هو بيعمل ايه؟ ما انا هقول لحضرتك. يعني واحد داخل يقيس الفايتال ساينز، الحكيمه طقت في دماغها نسيت البلاد بريشر وقفلت الحضانه شويه، ده المونيتور وقع، طب تعال نحط البروب عادي، ده مش عارف الحراره ما قستهاش، حط الترمومتر وشيليه تاني. الفتح والقفل ده مقلق جدا، ده انت بتعمل انتربشن للطفل بشكل عنيف، انت كده بتقلقه وبتعمل له انتربشن بشكل مش. وكان في كونسبت كده ان الاطفال حديث الولاده والنيوبورن ما بيحسوش قوي، هل ده حقيقي؟ يعني انا مش عايز اوصل لمرحله ان انا اسيبه ملوش اي لازمه، ما عبروش ولا كلمه ولا المسه، ومش عايز اوصله لمرحله ان انا كل شويه اغزه، يعني مش يعني خلينا وسط ستيميليشن وزود بينفل او بينفول افكت. طبعا احنا بنشتغل مانوفرز عنيفه جدا في الحضانه، بنركب التراكيال تيوب. تخيلوا حضراتكم لو واحد بيركب سنترال لاين من غير انستيزيا، ده بيحصل؟ للاسف بيحصل. ايوه ركب سنترال لاين من غير انستيزيا، ان انت لو حتى خد منك عين الدم بتبقى عملت تصور، ما بالك بقى بتركب سنترال لاين، شايفين البروسيدور شكلها ايه؟ والعنف بتاعها شكلها ايه؟ اللي عمال كل شويه ياخد شكه من رجلين العين من غير ما يديله اي انالجيسيك. طبعا السيكول اللي بتعرفها انت كده قبل، بدايه من كراين وانتهاء من ريسك اوف اي في اتش، ولذلك احنا بنحاول نقلل هذا الموضوع ونقلل من خلال ايه؟ مش لازم نجيب حد يعزف له موسيقى ونقول له تعالى اسمع مزيكا، كفايه قوي حضرتك ان انت تدي له ريست تايم ينام فيها، تعمل كلاستر كير. البرازيليين دول اللي عملوا دراسه قال لك طب ما نعمل حاجه اسمها كلاستر كير. ايه الكلاستر كير دوت؟ ان انا اجمع كل المانوفر بتاعت العيان، هنتفق مع بعض الساعه 2 هنفتح الحضانه، اللي ليه شوف حاجه يجي ياخدها من الطفل ده، الحكيم عايز يعمل فايتال ساين تيجي، دكتور عايز يعمل اسسمنت تيجي، حد عايز يسحب عينه يجي ونقفل بقى، مش هنفتح تاني الا على الساعه 4. فما كل الناس تجمع الكلاستر ده، نجمع كل البروسيدرز والمانجمنت اللي احنا عايزينه، وطبعا جنتل هاندلنج اوف ذا انفنت وبريبيرنج انفنت فور هاندلنج والسوفت فويس. السلامه دكتور محمد، انت داخل تسحب منه عينه، بص يا حبيب قلبي انا هسحب منك عينه دلوقتي، اوعى تخاف انا. هل ده دلع؟ لا والله ده رفق، ده رفق يا دكتور محمد، ده رفق. ساينز لو لقيت وانت بتعمل البروسيدرز لقيت فيه ارتابيلتي وبيصرخ، سيبه يهدى شويه وبعد كده كمل البروسيدرز تاني. الطفل اهم من البروسيدرز، يعني اللي كين ان هو مثلا عايز ايه يركب كلمه ويقعد يسيب العيل في السقعه من غير سلك ويقعد يفتح الحضانه عشان يدخل الكلمه والكلمه باظت وهو دماغه 1000 جزمه والله لا تركب النهارده. طب يعني يسيب العيل يهدى كده شويه، يمكن انت تهدى، يمكن العيل يهدى، يمكن الامور تستقر. البين ثيرابي في الاطفال مش من الحاجات اللي المفروض الناس تتكلم فيها كويس، وده اسمه البين سكور، وده سكور مهم بيتحط في الحضانات علشان الناس تعمل ايفالويشن لقد ايه الطفل. احنا عملنا استادي على القصه دي من حوالي مثلا 8 9 سنين، كان احد الزملاء كانت رساله ماجستير، بنقارن بحاجه اسمها فارماكولوجيكال ونون فارماكولوجيكال كير او بين ثيرابي. قارنا ما بين حاجات زي مثلا الاملا كريم، حطينا باراسيتامول كمانجمنت، واستخدمنا ساكروز كسكشن، وان ان ان اس اللي هو نون نيوتريف ساكينج، واستخدمنا طريقه المساج. فايه اللي لقيناه في الاخر؟ لقينا ان احنا لما بنعمل بين ثيرابي للاطفال قبل ما ناخد عينه دم مثلا او نعمل بين بريك، لقينا في فرق كبير جدا في التغيرات في الهارت ريت والاوكسجين ساتوريشن والسكور بتاعهم. وبالتالي ريكومند هذا الموضوع، ودي
اللي انتوا ساعات الناس بتخاف منها اللي هي السكاته اللهايه اللي اسمها باسيفاير مش حرام. دي كانت واحده من احسن الطرق لتهدئه الالم في الاطفال. تخيلوا حضراتكم ان انت لو استخدمت الباسيفاير دي انت بتستخدم جزء من البين ثيرابي الذي لا يكلف شيء. يا سلام بقى لو كان معاها لو كان في بريست فيدنج موجود، لو كان في سكروز اسوشيتد معاها، هل ده ليه علاقه؟ اه ليه علاقه. وبما ان احنا ازهريه فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوصيه ان الناس لما تعمل سيركمسيجن تحط بلح في بق العيال. طب ليه؟ قال لك لان السكروز اللي موجود ده هيقلل البين اثناء السيركمسيجن. شوف احنا فارقين ازاي؟ شوف الناس لو بتفكر في الرفق من زمان كانت الدنيا تختلف ازاي؟ فالان ان اس دي مش جديده بقى، يعني مش متهيألي مش اول مره نسمعها. كل الناس خلاص استبلشت عنها الان ان اس، اللي عنده حضانه وعايز يشتغل معاها بهذا الشكل، وبقوا يعملوا حاجه اسمها ستيميليشن اوف سايكلينج. ده مش سركات، ده جهاز بيعمل ستيميليشن للاورال كافيتي عن طريق بطاريه علشان تحسن السوالوينج بعد كده لما يخرج، لان الطفل ده هيقعد عندك شهر و15 يوم او 20 يوم او شهرين مش هيمسك سكاته وبالتالي هيتضرر لو ساب كده. طبعا انا طولت على حضراتكم الموضوع اطول من كده وفي حاجات تانية كتيره، بس انا اسف على الاطاله يا دكتوره شيرين وشكرا لحضراتكم واسف على الاطاله. شكرا دكتور هشام. الحقيقه انا عايزه اهني دكتور شيرين على المؤتمر ودكتور محمد بصراحه، ميرسي على الدعوه ومؤتمر ليه موضوعات بصراحه جميله جدا ونشوفها كل يوم، يعني بصراحه يعني محاضره ورا محاضره احلى من الثانيه بصراحه. انا النهارده مبسوطه ان انا بقدم حبيبتي الدكتوره اسماء، والحقيقه دكتور هشام كل الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي في الحضانه اسماء بتعمله من زمان، يعني طول عمرها بتبقى حقيقه وانسانه جميله ومن الناس اللي بتحب كمان